من جهة ثانية انتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا استراتيجية إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا المعقل السابق للفصائل المسلحة في ريف دمشق والتي كانت خاضعة لحصار استمر 4 سنوات. حول هذا الموضوع نتابع توضيحات عبد الباسط سيدا عضو المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من ستوكهولم. نظام منذ مدة يتبع هذا الأسلوب حينما تبع أسلوب الحصار مع داريا والتجويع، وأكثر من مرة اطلع العالم على واقع التجويع المرعب الذي يمارس بحق السكان في داريا وغيرها من المناطق، لكن حينما وصلت الأمور إلى حد أن النظام بات يهدد السكان داريا أما بتدمير البلدة فوق رؤوسهم أو بأنهم لابد أن يتركوا المدينة وينسحبوا مدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وعسكريين. الأمم المتحدة اعتقد أنها تأخرت كثيرا حينما سكتت عن مقدمات هذه الوضعية التي وصلنا إليها. اليوم الانتقادات التي يوجهها دي مستورا إلى استراتيجية النظام أعتقد أنها من باب رفع العتب، وبالتالي محاولة بأن الأمم المتحدة لم تكن صامتة، لكن في حقيقة الأمر الواقع على الأرض يشير بأن هناك صمت دولي. المأساة السورية هي مأساة مفتوحة منذ أكثر من 5 سنوات. العالم لم يتخذ الموقف المطلوب. الأمم المتحدة التي من المفروض أن تكون عونا للشعوب المغلوبة على أمرها بالنسبة للواقع السوري تحولت إلى عبء كبير لأنها لم تفعل شيئا، وعوضا عن أن تحدد الموقف المناسب في الوقت المناسب تأتي المواقف دائما متأخرة وبعد أن يكون الوضع قد وصل إلى الحالة الكارثية. من جهة ثانية انتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا استراتيجية إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا المعقل السابق للفصائل المسلحة في ريف دمشق والتي كانت خاضعة لحصار استمر 4 سنوات. حول هذا الموضوع نتابع توضيحات عبد الباسط سيدا عضو المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من ستوكهولم. نظام منذ مدة يتبع هذا الأسلوب حينما تبع أسلوب الحصار مع داريا والتجويع، وأكثر من مرة اطلع العالم على واقع التجويع المرعب الذي يمارس بحق السكان في داريا وغيرها من المناطق، لكن حينما وصلت الأمور إلى حد أن النظام بات يهدد السكان داريا أما بتدمير البلدة فوق رؤوسهم أو بأنهم لابد أن يتركوا المدينة وينسحبوا مدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وعسكريين. الأمم المتحدة أعتقد أنها تأخرت كثيرا حينما سكتت عن مقدمات هذه الوضعية التي وصلنا إليها. اليوم الانتقادات التي يوجهها دي مستورا إلى استراتيجية النظام أعتقد أنها من باب رفع العتب، وبالتالي محاولة بأن الأمم المتحدة لم تكن صامتة، لكن في حقيقة الأمر الواقع على الأرض يشير بأن هناك صمت دولي. المأساة السورية هي مأساة مفتوحة منذ أكثر من 5 سنوات. العالم لم يتخذ الموقف المطلوب. الأمم المتحدة التي من المفروض أن تكون عونا للشعوب المغلوبة على أمرها بالنسبة للواقع السوري تحولت إلى عبء كبير لأنها لم تفعل شيئا، وعوضا عن أن تحدد الموقف المناسب في الوقت المناسب تأتي المواقف دائما متأخرة وبعد أن يكون الوضع قد وصل إلى الحالة الكارثية.